Franchement, moi j'aurais tourné par là. La poche, tu presses avec ton bras et la musique qui sort. Waouh! Génial, hein? Ouais. Écoute bien, peut-être que tu connais la musique et la chanson, pardon. Bien. Pour ceux qui connaissent la chanson, je vous invite à chanter. C'est la chanson des trolls. Prête-moi ta plume pour écrire une bafouille. Il a perdu une de ses clés, sa plus grande, la clé dorée. On en a besoin pour mercredi, pour le conseil des fées, sinon il a dit qu'il me transformerait en champignon. Je compte sur vous. Comme vous êtes des enfants, vous êtes plus petits. Donc vous voyez mieux le sol. Est-ce que tu as trouvé? Parce que elle est dorée, une clé dorée. Vas-y, regarde dans les yeux. Allez, faut chercher. Hein. Le prochain morceau, vous le connaissez tous. Préparez-vous, vous allez vite trouver. يعني يناسب فصل الخريف والشتاء اذا كان برد اذا كانت امطار الجو مش مليح الى اخره ممكن تجيبوا الاطفال هنايا يلعبوا كاين اطفال تناسب كل كاين العاب تناسب كل الاعمار كاين
اكثر من اللي يجوا مع الحشيه دونك حنايا كي جينا مع جوايه الزوج وهكا كانت في جونس وفي هذه عطله الخريف راهم دايرين لقاء مع بيبا بيغ بلاتي يبغوا هذه سبحانه نور بلاتي يبغوا بزاف رسوم الحركه تاع بيبا بيغ فاليوم جبناهم باش يتلاقوا معاها ويشوفوها وياخذوا معاها صور وراكم تشوفوا لا ديكور هكا كامل غير هالوين وما تروحوا راح نحاولوا نستمتعوا اليوم ومن بعد نخرجوا نتعشوا برا الساعه 15:45 Et tu pourras prendre une photo avec Peppa. Je vais monter avec elle pour voir ce qu'il y a. Viens. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bateau pirate? Ouh. Tu veux prendre une photo ici? Oui, c'est juste pour prendre une petite photo. Vas-y. Capitaine Cyrin Sparrow. في الفلوغ تاع اليوم راح نوريكم ثلاث وصفات اللي ان شاء الله يا ربي يعجبوكم باش تحضروا العشاء تاعكم خفيف ظريف وصفات تركيه راح تكون اول وصفه بالباذنجان تحكموا دنجال تقطعوه على الطول وتوجدوا الكفته تاعكم الكفته عملت اللحم مرحي زدت له شويه لاشابلور يعني الخبز المطحون مرحي ودرت له التوابل تاعي وحبه بيض بالنسبه للتوابل درت ملح فلفل كحل فلفله حمراء وكمون وشويه نعناع يابس درت لي بولات تاعي قليتهم وايضا الباذنجان تاعي يعني الباذنجان اللي قطعته شرائح طويله يعني السمك تاعها تقريبا نصف سنتيمتر حمرته من الوجهين في مقلات درت فيها غير شويه زيت زيتون ماشي بزاف لانه تعرفوا انتم الدنجال يشد بزاف الزيت وانا ما نبغيش هذاك الزيت تاعه كثير من الناس ما يبغوش ياكلوا الدنجال على خاطر يرفد بزاف الزيت ولكن بهذه الطريقه صدقوني راح تعجبكم الوصفه بزاف من بعد بالنسبه لطريقه التقديم راح تقبضوا الكفته دوروها دوروا عليها الدنجال تاعكم كيما هكا كي اللي يقولوا البرانيه احنا نقولوا الدنجال المهم الباذنجان راكم فهمتوني تغلفوها كيما هكا بهذا الشكل ومن بعد تذوقوها بحبه تاع طماطم اذا ما عندكمش طماطم هذه الصغيره ممكن ديروا شرائح طماطم عاديه ممكن حتى انكم تضيفوا لها شويه فلفل ممكن اخضر او فلفل حار على حسب الذوق انا نتبتهم بهذو الاعواد هذ العيدان هذو تاع الطعام اذا شتو كان الباذنجان تاعكم شرائح تاعها شويه قصار حاولوا انكم كي تلفوا تبتوا بهذا العيدان يعني الشكل تاعها يجي جميل بزاف ومن بعد ديروها في صينيه ودخلوها للفرن فرن 180 درجه لمده 15 دقيقه تقريبا ماشي باش طيبوها ولكن اذا ضفتوا لها مثلا الجبنه من الفوق غير باش هذيك الجبنه تذوب مليح والشكل تاعها يولي تقريبا ذهبي
انا غيرت الصينيه لانه الصينيه الاولى تاعي كانت كبيره بزاف، درت لها شويه جبنه موزاريلا ودرتها في الفرن. من بعد رحت نوجد سلطه، هذه سلطه سهله جدا، راح ترابو خيار، يعني خيار مبشور، زيدوا له شويه ثوم، زيدوا له الملح، سمك، يعني السماق هذا عشبه يعرفها اصحاب المشرق، ممكن توجدوها في المحلات، تعطي الذوق شويه حامض، يعني انا نعوض بها الخل، ما نبغيش نستعمل الخل. وتزيدوا شويه ياورت غريك، وتزيدوا كذلك نعناع، وتخلطوا لكل شيء. بعد ذلك راح نوجدوا وصفه برغل او بلغر بالتركيه اللي سهله جدا، ديروا فقط زيت وزبده، وديروا فيهم ملعقه طعام تاع طوماط كونسونتري، يعني طماطم مركزه، وايضا فلفل حلو مركز. بعد ما تقلوهم شويه ضيفوا البرغل تاعكم، البرغل هذا الحجم تاعه متوسط، اللي جاي على شكل كي الارز شويه، ضيفوا كاس، ومن بعد تغطوا هذاك البرغل بالماء الساخن، ومن بعد تغلقوا عليه وتخلوه على نار متوسطه حتى يجهز البرغل تاعكم يشرب كاع الماء. ايضا ما تنسوش انكم تضيفوا ملح وفلفل اسود. وبهذا الشكل كان العشاء تاعي، ان شاء الله يا ربي وصفه تعجبكم. قولوا لي في التعليقات اذا بغيتوا في الفلوجات القادمه نعطيكم فكره تاع واش طيبت العشاء باش نفيدكم ان شاء الله. باي باي.